أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan juga saksikan lantunan tilawah dari peserta dengan nomor tampil 113 yang akan membacakan surah Al-Hajj dimulai dari ayat ke-49.